ده يمكن رقم واحد. رقم اتنين المكسب المباراة التاني وهو محمود وحيد. محمود وحيد يعني بيثبت فعلا ان هو باك شمال يعني عصري، يمكن هو بشوفه قريب طبعا مع يعني علي معلول باك شمال دولي، ولكن محمود وحيد قريب منه، مش بعيد يعني. انا بشوفه ان هو ممكن يكون من افضل الباكات الشمال الموجوده في مصر، بس يعني هو عشان ما بيلعبش يعني. صفقه مهمه جدا عشان ما بيلعبش يعني. هو لو كان بيلعب انا شايف ان هو كان ممكن يروح منتخب مصر. حمدي محمود وحيد لو شفنا ارقامه هنلاقيه لعب 90 دقيقه، وهقول لحضرتك قيمته كمان، عمل اسيست طبعا لما راح ناحيه اليمين ورفع الكوره، صنع فرصه غير الاسيست، تاني اكتر لاعب عامل كرات عرضيه بعد صالح جمعه محمود وحيد، عامل 5 عرضيات بنسبه دقه 60%، ده الدور الهجومي. الدور الدفاعي تاني اكتر لاعب قطع للكرات محمود وحيد بعد عمرو السوليه، محمود وحيد قطع الكره 13 مره نسبه دقه التمريرات القصيره 87.5%. في حاجه مهمه جدا برضو في محمود وحيد وهي الرؤيه وعمليه بناء الهجمه من الخلف، عامل 7 تمريرات طوليه بنسبه دقه 57%، حصل على اخطاء 2. اذا محمود وحيد مكسب ليه؟ اولا هو لعيب كمان بينفع كجناح زي معلول، بيكمل عرضياته مثاليه، عرضياته كويسه جدا. كان في بعض الاوقات في مباريات المقصه كان بيلعب جناح، كان بيلعب جناح يمين، كابتن طلعت يوسف كان بيعتمد عليه جناح يمين وجناح شمال كمان، مظبوط. ويعني لعيب جوكر وبيلعب ساعات ارتكاز ثالث كمان، ولعيب دولي في المنتخب الاولمبي مع كابتن حسام البدري كان لاعب معاه. فاذا محمود الوحيد مكسب، لا بيكون بالدور الدفاعي بشكل مميز جدا، ثاني اكتر لاعب قطع للكرات، في الدور الهجومي بيكمل، وتاني اكتر لاعب في المباراه عامل كرات عرضيه صنع منها هدف وصنع فرصه. اذا محمود وحيد برضو من الناس اللي هي انت ممكن تقدر تستخدمها لو في فكره ان انت تلعب بثلاثه مثلا ورا، حتى هتحط مثلا علي معلول كجناح وتلعب محمود وحيد وراه، فانت تقدر ان انت يعني اقصد ان انت تقدر ان انت تحرر علي معلول لقدام لو انت عايز مثلا تلعب بجناح زياده، خاصه ان حته الجناح فيها يعني نوعا ما بعض الكلام، فانت ممكن تستغل علي معلول كجناح وتحط محمود وحيد كباك ليفت لان الاثنين مميزين.